بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أنبياء الله بالتمام الكمال. الآن نقارب الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي les rapports sexuels avec vos femmes légitimes الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني يكونوا في الثوب ويكونوا الجلد لاصق الجلد وهذا حلال من الله نبتغي هذا الحلال ونكثر منه ما استطعنا إلى ذلك سبيل لأزواجنا خير في ذلك ولنا كذلك خير في ذلك واللي ما عندوش فكرة على الحياة الجنسية بين الزوجين الموحدين المؤمنين المحسنين ما عندوش فكرة ما أنا ما نعمل فأنت جاهل بأمور الجنس الحلال وكان قبل كنتم تختنون أنفسكم وترشي أفقوما كنت وقت اللي ترقدوا بعد شق الفطر وربما بشرتم نسائكم ما لا كيف ناموا كيف تستيقظوا قبل الفجر تقولوا ما عاش عنا حق في النكاح لا يا سيدي ما مش من الحكاية خطر احنا من جملة ما نصحنا به نبينا عليه الصلاة والسلام تكاثروا انكحوا وتكاثروا فاني مباهن بكم الخلق جميعا يوم البعث مش معنى معنى اذا كان انت نص الليل وبعد حرمت روحك من الجماع الحلال فربما هنا ضيعت فرصة من الفرص الغالية باش تحمل زوجتك وتنجب ويكثر النسل في الإسلام وهذا اللي يخافوا منه أعداء الرحمن في كل مكان شرقا غربا وفي كل زمان ما ساعدهمش باش اخواتنا مخصصا في فلسطين المحتلة يتكاثروا بطريق حلال لأنه القتل دائما يوميا قاعد يقع على حسابه لكن هو جهاد وهو انتقال من عذاب الدنيا إلى العيش في حضرة الله على كل حال التفصيل مش لازمنا احنا واثقين بأن الدين كامل ليس فيه نقص هو اليوم أكملت لكم دينكم قال مولانا فنحن الدين كامل لا نحتاج لرأي فلان وفلان والسلام علينا تمام تمام تمام